لحظات توقفت فيها الحياة، دقات القلب تتسارع بشكل غير مسبوق، صرخات الجميع من حولي لا أسمعها، دقائق قليلة تفصل بيني وبين التاريخ. أنا من سيصعد بقارة إفريقيا إلى نصف نهائي المونديال للمرة الأولى في التاريخ. ما الذي ستكتبه الصحف عني؟ كيف سيستقبلني الجميع في بلادي؟ حسناً، أنا مستعد لإنهاء الأمر الآن ولنبدأ بعدها بالاحتفال، لكنني لم أعلم أن الأسوأ لم يبدأ بعد. ليت هذه اللحظة لم تأتي أبداً في حياتي. قصة مأساوية ما زالت كوابيسها تطارد بطلها طيلة سنوات. وقعت أحداثها عام 2010 حينما احتضنت جنوب إفريقيا المونديال. القارة السمراء تدخل تاريخ كرة القدم، وهل من باب أكبر من أبواب المونديال؟ وقتها شقت غانا طريقها نحو المجد. المنتخب يضرب موعداً مع الأوروغواي في الدور ربع النهائي من البطولة. هل تفعلها النجوم السوداء ويصلون إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ القارة؟ ما يحدث على أرض الملعب يؤكد أننا على أعتاب الأمر. الأدرينالين يصل إلى ذروته. غانا كادت أن تسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الأوقات الإضافية. سواريز يقف على خط المرمى ويمنع الكرة من الدخول بيديه ليحتسب الحكم ضربة جزاء هي الأهم في تاريخ القارة. جيان أساموا يستلم الكرة ويتقدم. لحظات سيكتب بعدها اسمه في التاريخ، لكن تلك اللحظة لم تكن إلا البداية لكوابيس تحل كل ليلة ولم تنتهي. أساموا أطاح بالكرة بعيداً لتنقلب الأمور وتخسر غانا في ركلات الترجيح. لم يعد هناك شخص يرى في تلك الليلة إلا صورة أساموا وهو يبكي بحسرة. اللاعب الذي وجد نفسه بعدها يتسبب في خروج بلاده من بطولة إفريقيا حينما أهدر ضربة ترجيح حاسبة، فانهالت عليه التهديدات بالقتل. في ليلة المونديال انتهى كل شيء. خرج جيان أساموا وتحدث بعد سنوات: شبح ضربة الجزاء يطاردني طيلة حياتي. هذه الركلة كانت أكثر لحظة حاسمة في تاريخي. كان الأمر كارثياً ولم أستطع النوم. ظللت أبكي حتى الصباح. على العالم أن يتوقف ويعود إلى الوراء. أريد أن أتمكن من تخليص نفسي. ذهبت إلى هناك من أجل إنقاذ بلادي، وانتهى الأمر إلى أنني شرير. كلمات جيان اختتمها بجملة قد تقلب الموازين: حتى لو لم أقم بذلك، أطفالي سيقومون به يوماً ما. 12 عاماً مرت على تلك الواقعة حتى منحت تاريخ غانا فرصتها للانتقام حينما تواجه أوروغواي في مباراة مصيرية. الفائز فيها يصعد إلى الدور الثاني في المونديال. لاعب واحد فقط عاصر أساموا سيتواجد في المنتخب، أندري أيو قائد المنتخب. احترق قلبه وهو صغير، فهل ينجح في الثأر لقائد بلاده السابق وينهي معاناة استمرت لسنوات؟